أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي طوق النجاة لليمن ولبناء مستقبله الجديد. وأشار رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم المشاركين في اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في إقليم حضرموت والذي عقد بصنعاء بحضور اللواء خالد أبو بكر باراس، أشار إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الشباب للمساهمة في قيادة هذا التحول لبناء اليمن الجديد. كما يفتخر الإنسان بما حققه لمصلحة اليمن وللأجيال القادمة. وعبر هادي عن سعادته باللقاء مع كوكبة من الشباب بعد اختتام لقائهم التأسيسي والذي يؤسس لعمل مستقبلي كبير في إطار التوعية المجتمعية لمفهوم الأقاليم واستيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا العمل على بلورة وتبسيط تلك المفاهيم لدى العامة في إقليم حضرموت حتى تأتي مرحلة الاستفتاء على الدستور ويكون المواطن على دراية وإلمام بفوائد ذلك الدستور الذي يؤسس لدولة مدنية حديثة تسودها العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة.